جمهور الاهلي كان مستني النهارده فوز مهم واداء عظيم. في الحقيقه هو اخذ الفوز المهم، لكن الاداء كان فيه نقط كتيره جدا هنتكلم عنها في حلقه النهارده من سبوره في الجول. النقطه الاولانيه كان غياب مجدي قفشه وتاثيره على اداء الاهلي. في الحقيقه عده نقاط كانت السبب في ان الاهلي ظهر مش كويس بسبب غياب مجدي قفشه. النقطه الاولانيه كان ان فريق النجم لعب بدفاع عالي، ولما لعب بدفاع عالي اصبحت المساحات زي ما باين كده ضيقه جدا على كل لاعب من الاهلي علشان يستلم الكوره. النقطه الثانيه ان حسين الشحات اتلعب عليه مان تو مان، وبالتالي حسين الشحات مختلف تماما عن مجدي قفشه. مجدي قفشه عنده من المرونه اللي بتخليه يقدر يموه ويهرب من الرقيب بتاعه. في اوقات كتير كمان مجدي قفشه قابله عبد الله السعيد، النوعيه دي من اللعيبه البلاي ميكرز اللي بيتنفسوا عند حدود منطقه الجزاء، بيتحولوا لمهاجم تاني ويحاولوا ياخدوا عين المهاجم التاني ويطلع يجري بيه بحيث انه يفتح مساحه لزميله او لاي حد جاي من الخلف. حسين الشحات ما كانش قادر يعمل كل ده. النقطه الثانيه المهمه ان بسبب وجود جناحين اتنين بلاي ميكر وراس حربه والاربعه عندهم امكانيات جيده، وبسبب ان الاهلي في بدايه المباراه كان عنده قلق كبير جدا، فعمرو السوليه ما كانش قادر يزيد على حدود منطقه الجزاء ويعمل كثافه عدديه للاهلي ويساعد الاهلي على الاستحواذ. فضل عمرو السوليه واليو ديانج مهتمين جدا بالواجبات الدفاعيه. عمرو السوليه رايح على الوينج عشان يدافع، اليو ديانج في ظهره. عمرو السوليه دخل القلب، اليو ديانج هو اللي متولي مهمة تأمين الجناحين. فدي كانت نقطة مهمة جدا. الأهلي اتصرف ازاي؟ ريني فايلر كان ذكي في حركة مهمة جدا، ان لما لقى اللعب ابتدى يتحول لكرات طولية ولعيبة الأهلي مخنوقة ومضطرة تفضل ترجع لرامي ربيعة وياسر إبراهيم، ابتدى يحط مروان محسن هو اللي ناحية اليمين بدل احمد الشيخ. النقطه دي خلت الاهلي دايما قادر يستلم الكره ناحيه اليمين وقادر يستلم الكره ناحيه الشمال عن طريق جونيور اجاييه. الاثنين دول كانوا بينزلوا الكره حتى لو كان الاهلي بياخد منها رمي التماس، بس على الاقل قدر الاهلي انه يلاقي متنفس يجبر دفاع النجم على التراجع. ولما رجع فريق النجم للدفاع ابتدى الاهلي يبقى عنده متنفس ان مروان محسن يرجع مره ثانيه للعمق ويبتدي الاهلي يشكل هجماته بشكل او باخر على فريق النجم. جونيور اجاييه كان ورقه مهمه جدا في حسابات ريني فايلر في مباراة اليوم. ساب مكانه لما الاهلي ابتدى يستحوذ على وسط الملعب، ساب مكانه واستغل ان في رقابه فرديه من ثنائي الارتكاز بتاع النجم مع حسين الشحات ومع احمد الشيخ ودخل للقلب، وبالتالي ابتدى يجبر الباك اليمين ان هو يروح معاه، فتفضل مساحه اخيرا لعلي معلول علشان يزيد فيها ويصنع الاهلي الهدف الاول اللي كان مهم جدا واللي كان حاسم للمباراه واللي دافع عليه الاهلي في الشوط الثاني. لكن نقطه دافع عليه الاهلي في الشوط الثاني دي محتاجه كلام كتير برضو عن الاهلي في الحاله الدفاعيه، لان ده النقطه ودي النقطه اللي ممكن يعاني منها الاهلي في مباريات اكبر وفي مباريات اهم. الدفاع بتاع الاهلي مش متماسك لدرجه كافيه، برغم ان عمرو السوليه واليو ديانج في حاله جيده جدا في الوقت الحالي، واليو ديانج كان محتاج خضه بس في بدايه الماتش علشان خاطر يستفيق ويبتدي يكسب الالتحامات والثنائيات ويبتدي يحافظ على الكوره ويعرف يخرجها ازاي لمكان امن، لكن المشكله الحقيقيه موجوده في ان خط الدفاع بتاع الاهلي اولا على المستوى الفردي مهزوز، ثانيا وده الاهم بقى ان احمد الشيخ ما بيقدرش يدافع، كهربا لما لعب مكانه ما بيقدرش يدافع، بمعنى ان فريق النجم لقى مساحه كبيره جدا دايما انه يستلم الكوره في المناطق دي، وهو عارف كويس قوي ان احمد الشيخ حتى لما بيرجع ما بيبقاش عنده اي حميه انه يضغط يستخلص الكوره او يمنع الباص اللي ممكن يطلع لفريق النجم، فدي نقطه فيها مشكله كبيره جدا. النقطه الثانيه ليها علاقه باللياقه البدنيه لعيبه الاهلي، مروان محسن بيضغط مفيش اي مشكله، الناحيه الثانيه ممكن نقول ان جونيور اجاييه بيضغط مفيش اي مشكله، حسين الشحات بيضغط مفيش اي مشكله، بس خط وسط الاهلي بالكامل متراجع، وبالتالي سهل جدا ان النجم يلاقي اي لاعب ممكن يكون محتاجه في وسط الملعب علشان خاطر يطلع بكوره تحت ضغط الاهلي. لازم الاهلي يضغط بقوه اكبر من كده بكتير، لازم الاهلي لما يعمل الضغط العالي بالثلاثي الامامي يكون في ظهره اليو ديانج، في ظهره عمرو السوليه، في ظهره حسين الشحات او احمد الشيخ او ايا كان اللي موجود ناحيه اليمين، وخط الدفاع بالكامل لازم يطلع لقدام. لكن عشان خط الدفاع يطلع لقدام لازم رامي ربيعه وياسر ابراهيم ما يرتكبوش الاخطاء اللي خدوها النهارده. رامي ربيعه في كرات كتير جدا بيرجع بظهره فبيسهل على النجم الساحلي دخول منطقه جزاء الاهلي. ياسر ابراهيم كان عنده قلق كبير جدا من المساحات اللي بتبقى موجوده بينه وبين علي معلول، او لما بيبقى موجود ناحيه اليمين في اي ترن من الترنات بينه وبين محمد هاني، وبالتالي كان بيبقى في مشكله كبيره جدا عند الاهلي داخل منطقه جزائه. الحاجات دي كلها لازم الاهلي يحلها قبل المباريات المهمه، بدايه من مباراه الهلال السوداني اللي ان شاء الله تكون الطريق اللي بيعبر منه الاهلي الى مرحله متقدمه في دوري ابطال افريقيا.